السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في النشرة الرياضية. حقق الفارس باسل الدوسري لقب الجائزة الكبرى لبطولة مجموعة الراشد لقفز الحواجز التي أقيمت بمناسبة العيد الوطني المجيد على ميدان الاتحاد الرياضي العسكري بمشاركة نخبة من فرسان مملكة البحرين، حيث قام الشيخ خالد بن محمد الخليفة رئيس لجنة قفز الحواجز والشيخ مروة بنت راشد الخليفة ممثلة لمجموعة الراشد بتتويج الفائزين في المسابقات. عاد فريق النادي الأهلي لسكة الانتصارات من جديد في دوري الدرجة الأولى البحريني لكرة القدم، وذلك بعد تغلبه على الحلبي 3 أهداف مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 7 من المسابقة. البرازيلي دييغو سجل هدفين للأهلي في الدقيقة 27 والدقيقة 62، وحمل الهدف الثالث إمضاء اللاعب النيجيري أوتشي، بينما سجل هدف الحال الوحيد اللاعب البرازيلي جواوا. وبهذا الفوز رفع النادي الأهلي رصيده إلى 8 نقاط، فيما توقف رصيد الحال عند 6 نقاط. من جانبه واصل فريق ستر نتائجه الإيجابية بعد فوزه على الرفاع ب3 أهداف مقابل هدف واحد. ثلاثية سترة تناوب على تسجيلها كل من سين الشكر والمحترف التشيلي ليوناردو والبديل محمد مرهون، ليحقق بذلك سترة الفوز الثالث له في الدوري ويرفع رصيده إلى 11 نقطة متقدما إلى المركز الثالث وبفارق 4 نقاط عن المتصدر الحد، فيما أعادت هذه الخسارة الرفاع مجددا إلى دوامة الهزائم وتوقف رصيد الفريق عند 10 نقاط في المركز السادس. وشهدت الجولة أيضا سقوط فريق الحد في فخ التعادل مع نظيره الملكية بهدف لمثل في المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد النادي الأهلي في المحوزة. ورغم هذه النتيجة حافظ الحد على صدارة المسابقة بعد أن رفع رصيده إلى 15 نقطة.